يا شو اسمه؟ مثلا ليش تبتراكم كلكم كذا مرة واحدة؟ تقاوي يا شيخ. روح كمل. طيب ولا تبغون سوالف ولا تبغون؟ لا قصة قصصك ولا تفتح النفس. تبغون قصة؟ اسلم. هذه عن الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول هذا واحد يقال له بشر ووحدة يقال لها حسن. اسلم. حسن هذه مرة على مرتها الأولى، مرتها الثانية، مرت بشر. مرة؟ إيه ماخذها الثانية على مرتها الأولى. سمعت؟ أيوة. اسمها حسن، وكان ما يسمع فيها ولا هي تسمع به، ولها مكانه بقلبه ما مثلها، وهو يودها ويغليها اكثر من الاولى، وامه تحب وتعز المره الاولى، ولا هي بتداني حسن. ليه؟ لانها شاعره ولها صيت بين الناس. وفي يوم من الايام نوى بشر الحج ووصى امه على حسن اللي هي زوجته الثانيه وولدها، ويوم رجع مر امه، اول شيء يوم رجع من الحج مر امه يسلم عليها، قالت زين اللي جيت وانا امك عشان اعلمك بعلم يسود الوجه. قال وش هو يا كافي؟ عسى ما شر. قالت لا والله شر وشر. اي والله وشرور. مر الليله لا تبيت عند مرتك حسن، لا تروح لها. تعجب منها وقال لها ليه؟ قالت شوف عيني البارح ترى في رجال عنده. ايه ترقص عند واحد صغير قامه وكبير عمامه. ايه ترقص عنده او ترقص لها صغير قامه وكبير عمامه رجال عندها. قال ما، والرجال ما صدق كلام امه، وقال لها يمه حسن ما تطلع من هالشينه. قالت والله انه شوف عيني وانا امك، وانا عمري ما كذبت عليك ولا ابي لك الا الخير. صدق كلامها بشر ورفض انه يقتلها بالديرة، يقتل مرته حسن في الديرة عشان ما يلحقها ويلحقهم العار. فناداها وقال لها انه يبي يروح يشري الهنياك ويبيها تخاوي وولدهم تخليه عند امه. ايه وما ردت له طلب وقالت مشينا، وراحت معه ليلتين وهو يمشي بها، ليلتين وهو يمشي بها الين اهلكها من التعب، لين وصلوا في مكان خلاء وينوخ. اي ما تدري عن شيء. هو ينوخ راحلته اللي ناكته ركايبه وقال لها نبي نبيت والصباح ربح، نبي نبيت في المكان ذا والصباح نكمل. قالت زين. خلت وخلاها لين نامت. اي لا هي اللي خلتها لين نام، وهي تربط كمها بكمه لانها تعودت عليه وحست ان اللي صاير ما هو طبيعي، ونامت المسكينة من التعب. وهو يوم تأكد انها نايمة قص كمه وراح من عندها وخلاها. فالخلاء لحالها تاكلها الذيابة والسباع ويوم اصبحت وان ما في ولا شيء، لا ركايبهم ولا رجالها ولا مغل، هي لحالها. وعرفت انه قاصد الخلاص منها، وظنونها كانت في محلها. فكرت شو تسوي، وشافت انها لابد تدور لها على مكان على الذيابة. ايه قبل يمسي بهالليل ولا يجيها قوم غير الذيابة ولا يعترضها احد. وراحت تمشي لين شافت هاك الديار، وشافت مالها الا تدخل دخيله على اهل الديره، وقصدت اقرب بيت ودخلت عليهم. طبعا السالفه دي انا قد سمعتها بتاويل ثاني انها جت في الشجره وجاها واحد، لكن هذا الحين تاويل جديد. انها تدخل الدخيلة على اهل الديرة، وقصدت اقرب بيت وراحت له وقالت لهم ان رجلها مات قتل وماله وحلاله وخذ. وجلست فترة عندها الناس معززة ومكرمة، واعجبتهم بعقلها وفطنتها وحياها وذرابتها. ومن زود ما هي عجبتهم خطبها واحد من شيوخ الديرة يقال له فلان، واشترطت عليه بذمة الرجال للحين. اي واشترطت عليه انها ما تنزل لثامها عن وجهها. انا بتزوجك لكن لثامي ما ينزل عن وجهي. وافق على طلبها وتزوجها، وحتى هي على الاكل لثامها ما ينزل. وجاها خبر خير كثير لانها كانت جوديه وراعيه حسنه، ما تخلي احد ما تصدق عليه. وتعاون الجواري وتعطيه اللي منول الرعيان وتهون عليهم وكلهم يدعون لها. مرت فترة طويلة على اللي صار، وقدر الله وام بشر اللي هي ام الولد صابها مرض عيت لا تطيب منه. احسن.
وهاك اليوم ومرت بشر الأولى عند رأسها. قالت لها العجوز وبشر يسمعها. قالت لها العجوز وهي ما كانت تدري. قالت ذي ظليمة حسن. إنها ظلمت. إيه قالت تعبي ذا وإنها هي يطيب اللي فيه. هذه ظليمة حسن. صابتني يا بنيتي ظليمة حسن صابتني يا بنيتي. ويسمعها بشر ويعرف إن أمه ومرته كادوا لا يخبلوا له صدق. إيه وإنه ظلمها يوم صدقهم وتركها وراح. راح يدور عليها راح يدور على حسن في كل مكان ما خلى ديرة حول المكان اللي تركها فيه ما نشد عنها فيه لين تعب وقدر الله إنه يريح عند هاك الغدير وشوي وإنه يسمع هالرعيان اللي جايين يرتوون من الغدير ويسولفون بينهم. قال واحد منهم وش تعشيت يا فلان؟ قال الثاني والله من يوم عمتي حسن جت ما نتعشى غير عصيد وسمن. سمع بالصدفة ما إيه سمع الرجال كلامهم وراح وراهم لين شاف البيت اللي هم فيه. درى انهم يعني عند رعيان عند حسن عند عمه عند رجال الشيخ. وصار ينادي راعي البيت ويجي الشيخ فلان ويقلطه ويوم صب له فنجان قهوه وهو يجلس هو يجلس ينادي وجاب لها الاكل وعيعنه ويبكي رجال حسن ويجيب لها القهوة ويعيعنها يبكي. وهو يدخل لمرته حسن الشيخ ويشكي لها حال ضيفه خابرها فطينة وحكيمة. فقال يا حسن عيا ياكل الزاد ضيفنا يلا كلنا نبكي لبكاه. ردت عليه حسن وقالت خير الملا عندي بشر ما بكيته وباقى الملا لو مات ما ننعاه وبعد عرفته ايه وبعد ما شافها بشر وشافته قال يا حسن يا حسينة تدل طالعي على ابن فلان يعوز عصاه. المهم ما لكم في الكلام ده رديات بين الضيف وبين رديات سامحك اللي بهو ايه خلى ابن نتعداها. المهم فهم الشيخ ان حسن هذا زوجها وانهم يحبون بعض وان بينهم اي من القصه اي وانه ظلمها وانه يبغى يرجع مرته وانه اي. فطلع في الشيخ ذا في شيمه ويوم عرف سالفتهم ويقول طلقها لانه ظن بها ظن السوء ما كان يحسب انه زوجها الاول لانه في القصيد قام عليه بالردود. فطلقها وردها لاهلها تجوزها وانتهت السالفه. يعني هذا الظلم هذا الظلم لو انها ماتت فجاه سوء الظن كان راحت. لا وبعدين هذا الامهات قالوا الرجال اللي تقول انا شايفه الام اللي تقول انا شايفه رجال بسريره هذا ولدها ولد الرجال ذا على عمامه ابوه ايه وهو بسريره وهي حلفت صادقه يعني والله اني شفتها ترقص لها واحد وهو ولده إيه؟ والله اني شايفها ترقص لها وهي ترقص ورعها ولدها. يعني هذه القصة ساعدت للظلم وبعدين ترى فيه فعلا